يعني اكو شباب اليوم تعينوا بفلوس او من خلال واسطات او انضمامهم لاحزاب سياسيه؟ هذا شيء وارد. احنا كتعيينات هسه حاليا زين. ضمن بنود الموازنه انه ايقاف التعيينات وايقاف العمل بالعقود والاجراء اليوميه، بس لا اكو كتب، اكو كتب جاي تصدر من وزاره النفط، اكو تعيينات مستمره من اشخاص او افراد منتمين للاحزاب. زين. هذا الشيء احنا جاي نلاحظه وينتشر الكتب، كلش هواي كتب انتشرت انه اكو افراد جاي تعينهم وزاره النفط موافقه وزاره الماليه، واكو تخصيص مالي لهم، واغلبهم جاي يتعينون شركه نفط البصره صراحه يعني، كلش هواي، هذول الافراد دائما منتمين للاحزاب. زين. منتمين، اما بالنسبه للشركات شركات الاهليه عفوا، الشركات الاهليه جاي يشغل بفلوس. فلوس اما واسطه او فلوس. هواي هواي اشخاص. حسب الوظيفه او حسب المكان بالضبط. يعني تقريبا مثلا 30 ورقه 20 ورقه. انا احد الاشخاص طلب من عندي 30 ورقه، سالته قلت له انا لو عندي 30 ورقه ما راح ما ادور على فرصه عمل، راح افتح لي مشروع خاص. قلت له افتح لي مشروعي الخاص، ما ادور على فرصه عمل. قال لي هذا الموجود يعني.